احنا مش جايين اليوم عشان بس نحكي في البحرين، مش جايين بس نقلب محاضرات ونقلب كم من ورق وكم من ملاحظات ونروح. اهم شيء لاي مسيره بحريه ان احنا نخرج في نتائج حقيقيه. مشان كل هذا احنا ان شاء الله بعد هذا المؤتمر راح نصنع شيء اسمه فاي ريسيرش سوسايتي. هذا السوسايتي راح يكون حلقه تواصل بينكم كلياتكم انتم وطلاب اخرين مع الدكاتره. الدكاتره معنا اليوم الموجودين 16 دكتور وايضا دكاتره اخرين، تصنعوا بحث علمي حقيقي معهم خلال العام القادم. لانه احنا الهدف الرئيسي اصلا انه خلال سنه احنا 400، لو خرجنا ب 40 مشروع للعام القادم ان شاء الله بنكون حققنا الهدف اللي بدنا اياه. فمش بس جايين نحكي اليوم، مش بس نخلص محاضرات ونروح، لا، هدفنا انه نخرج ببحث علمي حقيقي من خلال مجتمع فاي للبحث العلمي، فاي ريسيرش سوسايتي خلال العام القادم.